ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه، احمد فاهم اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سانتا هيرو ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. سيب سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شرهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوه عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس تخليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الكريون دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. ابي اعرف غرفة الفنان احمد فهمي. وانا ابي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم ايوه بس انا كنت عايز اتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني ال اني اسمها اني ما انا انا الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه ايوه ايوه. طب ما تقول له ايه ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هديه من امنا الشيخه نعسانه، نبي نعطي هذه الورود النادره الوجود للفنان احمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الاميره نعسانه. نعسانه كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكله، هيكسبها لنا واحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير. تبوظوها، هذه ورود رقيقه تحتاج معامله. طيب هستاذنكم بس اسال المدير واجي ارد عليكم. اخويا تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا. ايه رايك؟ ايه راي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجة واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كيف ما تسوي رقم احمد؟ عايز ابقى الحقيقه رقم نعم احمد. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ اكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا اكرام، معك الامير فلان ابن علان. لا ده امير في الف ليله وليله. لا في مملكه كليله ودمنا. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك، معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا اخي ارحمكم الله. كيفتش؟ اعديه اعديه يا اخي. خد علاج. مو ينفع يومو يصير واحنا جايين الاول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. انا وجه الكنجرو؟ اي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه اهانه ما يمحوها الا الدم. الا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا.
أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ أنت إيش عرفك إن أنا ضحي؟ يا سلام يا أخويا. أنت حويط أنت قوي يعني؟ يا ابني ما أنت زي ما أنت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وأدائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجالة، أجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى للآخر، أنا عارف إن أنتوا جايين عشان خاطر العدد، وأنا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا لا مؤاخذه. طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادي خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس، عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني أغنية خليجي لحسين الجسمي. أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي طراوة آخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. أنا سبونج بوب، أنا سبونج بوب، أنا سبونج بوب، سفنجة ودلوني. أنا سبونج بوب، أنا سبونج بوب، أنا سبونج بوب، أصفر كموني. أنا سبونج بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العدمنات ده حلاوة. والنبي يشري هنا، اسكتي انت وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا التلاته. عملنا كوي بيست. شيرين. عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. عرس سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفني. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته، ده ده وقته. الو يا شوش. أيض يا هاني، بقولك ايه، خلي بالك عشان عم ده بينا. ما انا عارف، ما هو ضحي معانا. ضحي؟ ضحي بيعمل معاك ويا الله خرب بيتك. ما تقلقيش، على فكرة الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض، ما هو كل مرة بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المرة دي أمان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانة بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقولك ايه؟ هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه، تليفون. عايزين نخلص بقى. الو، بقولك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. معاك بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب، بيه كله تحت السيطره. سيطرت ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو دهب بيه. الله، هو كل شويه الشتيمه الشتيمه، مفيش حد ولا شكريه. مع السلامه ابو دهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ انا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي. الأوضة رقمها 2305. طيب ده بقى أنا أخربش الكارت يطلع لي رقم أدخله على الباب يفتح؟ دخله على الباب إيه ويفتح إيه؟ يا ابني أنت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعة، أنتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الإيه؟ ممغنط. طب خليه معاك أنت. في إيه ده ممغنط؟ ما أنت عيل ممغمط، فخليه معاك أنت أحسن. يا جماعة ما تمغنطوناش بقى.
خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره. انا درجي لو حد جه هخبط واجري. ايه المعياله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده؟ ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس في العيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. ايوه واجيب بصمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا يعني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يعني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه وانت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اوضه علاقه. الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. صح. ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح. ما نلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. انت بتعمل ايه؟ ايسو يا رب يطلع على قد يا رب. على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. الله اصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ انا بنسى اصل معلش. شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هم التلاتة. ايوه هم التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيفكر او حاجة. اوه يلبسوه بقى وتعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد. ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه. أنا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده وبشكره أكتر لأنه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديدة. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان امضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكره اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر.
احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبية او واسطة عشان ابن صاحب القناة. انا بقول لكم لا خالص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة، لا واسطة ولا محسوبية. استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكذب دي. كان في اسامي كبيرة جدا مرشحة انها تقدم معايا البرنامج، زي استاذ وائل الابراشي، استاذ معتز الدمرداش، استاذ جابر القرموطي، استاذ توفيق عكاشة. اظن بعد الاسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. حاضر يا باشا، حاضر خدامك، هجيبها من الاوضه بسرعه بس واجي. الحقيقه شريهين ده هيطلع الاوضه. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ اكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي انا كمان هنعمل ايه؟ مش عارفه، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. انا هتصرف، تعالي. احمد فهمي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 minutes؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا ده هم 5 دقايق، مش ناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكم دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمه ايه؟ الفهمويه. يعني رابطه محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي؟ طب امسك انت، اخلع خلاص. مش مشكله، انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البي، على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غادة عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش ال5 دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غاده. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني، انا هخليك تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك، انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. الجهاز حلو على مقدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لا اي حاجه، وانت هتفضل نايم كده سيبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعه. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعه واماكن منخفضه واماكن سياحيه، كل حاجه فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي. يا نعيم بجد مش قادر، ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب 2 مساج يمغنطوك. انت متخلف يا هاني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك، النور هيعم عينيك، مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا انا ما عنديش فوبيا من الخضار، انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القته يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القته؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. انا محضر لكم مفاجاه،
الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة أنا معطلهم عن التور بتاعهم في أمريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويت بتاعه. طب روح الهي. الهي سعد. قدم له حاجة اتكلم عنه. قدم له اتنايل على عينك، انا اتصرف. روح روح. ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الكوسه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه، روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. زفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البرده. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي.
يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه؟ جاد عادة ضاحي. لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع يا ضاحي. ايه يعني هنزل لك شجر بجر ايضا؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضاحي. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب ايه؟ يا ابني انت حبيبي، بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. الان والله. اطلع. حاضر. حاضر ابو الدهب ايه؟ ما تنساش بقى وانت ماشي تمول العربيه بنزين وهحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب بيه. الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا. حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشيريهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم، شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك، الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. انا مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الاوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الاوتيل. سايبينه في الاوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ اي حرام عليكم، حرام عليكم، سيبوا نعيش. عيش فينه؟ بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول الحصص؟ تن 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 تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيب. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل عسل عسل. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطي أنا، قطي ولا قطتي؟ تن 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 تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا وأقول لكم فوازير. يلا. ممكن أقول لك فزورة حلوة صغيرة. ها عارف إن حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قول لي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلوه؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. بقول لك نكته حلوه كمان. بصي
مرة واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. لا 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 اي خليل اي قلبي قلبي اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل تترارارا تتت كده قتلته البسمة قتلته الضحك انا بحبه جدا. بس بقى تلوش ما تلوش انا هكلم حد دلوقتي خلصنا من جثته. ايه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطه، وفي راجل قال انه هيجيبهولي ما تقلقش. شارع ايه؟ انا نسيت التليفون في الاوتيل. ايه؟ امال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك دول اكيد البوليس. طب اسود بوليس؟ انت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعه. لا لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك والله. خليني معاه. خلوني يلا بسرعة. خرافي انت على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحة عليا ايدي والنبي. هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحه علي ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي كده. اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعلنا البريلو وحمرلنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده. بقول لك ايه، انت كم واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو الاول. يا ست انا لوحدي بس. انا ده جثه وانا اللي قدامك. انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. اختفي هنا. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير. بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير. ما تفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن يابا. بس بعد اذنك. اه انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها. بس حضرتك ما ادتناش فرصه. اه دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم. احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك. بس ممكن اطلع على هي بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط. ده بس هو السلم اللي طويل. انا هطلع ابصها وانزل على طول. بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك. ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم. تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله خله في الملافله. تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس. لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. في عم سيف نبقى نجري. ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان. حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمراء سكسي بكتير عن شكلك العادي. والله شكلك يلوح المول كده. ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص. انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا التلاته جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه. الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا.
نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما أطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان وأتباعهم. أتباعهم؟ هما ما قالوش أسامينا ليه وإحنا مش قد المقام؟ هو إيه الصورة اللي حاطينها لي دي؟ أنا عندي صور أحلى من كده بكتير. صورة تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعباية كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان أنت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفة، هو أنا لما ألبس العباية غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. أوكي. من أخطر وأعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطة بدراوة. وضعت مكافأة لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة، في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا. تبلغ عنك؟ يبقى انت حاطط في دماغك اللي انت تبلغ. لا لا، انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن ترارن تن تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبسه. وكمان بابي، انا من خلال برنامجكم بناشد بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز اقول لك حاجه يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتاصله. افكرك؟ لا اسمحي لي افكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعه بابي فهم غلط، انا ما عملتش كده. هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابو لا بلحهم. معرفش، مش فاكره اني اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي، الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمة لا تفيد. وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى مترقبة. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. أنت مثبت ليه في 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفة أوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق. معاك كده عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. بتشي يا صح، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والزبيده حلوه، والزبيده حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجة، كلمينا الديلا عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده، احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين العيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. انت عايز نصدقك؟ طب علقوه. لا استنى يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم. سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك.
طب يا فندم لو عرفت علقني بقى ابقى علقني وريني بقى. اه هعلقك. علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا. ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المخمضه دي يا فندم؟ عاجبك المخمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله. نزل بقى. بسم الله ما شاء الله. فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم. انا بس هديك ظهري. انا اسف. ها حبيبي براحتك. انت مش غريب. اتفضل اتفضل بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسف في الاستخبص. بص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم. يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شرهين خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شرهين ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. اتفضل. نزل نغمات للجرس. استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما. هو هنلعب يا جماعه؟ اكيد البوليس قفشه دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت؟ البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه، تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك. روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه؟ دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غزي يا غزي يا بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف دلوقتي؟ الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه ما معروفه دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حاجات الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي يعني، متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام. في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده. هو فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا. هوب
القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي. فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب بيه، خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري. حصل ايه؟ جلفدان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم دي لحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده الواد ميكي راح عامل مجرش فيها ابن لذينة، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلينه فاتحين الاوضه حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما عظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا دايه ولا مستشفى ولا حاجه ابدا. يعني فين ام الاوضه السحريه؟ ما هو قال لك قبل كده يا ابو الدهب بيه، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فكوا خلي يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما انت عرفت الاوضه المسحوره فين؟ ما تروح انت. فين حته الاوضه المسحوره؟ الله ما انت عارف هي فيلا ابو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغايه ما اخد الفلوس. لا انا مش رايح. مش رايح؟ ايوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ نخش يعني نضربهم وناخد المجلة؟ خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا. تعالوا ورايا بسرعة. يلا. تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس. كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا مش خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا رجلها بتوجعني. لا خليك قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش هتقولوا أي حد يطلع نضربه. بس مش عم بنداري. عم بنداري صح عم بنداري. خير الله. خير الله خير الله مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول العيش في الدم العيش في الدم. ايه ده؟ صاحي؟ انت لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. اه مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفو عليك. ها يا سيف فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، قام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجل. وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس يا ضد وهو. عم بندق. نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثه ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي.
جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكوا كان هنا. اه تقعد تقولي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكوا كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. ايوه قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحه مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان فيه وقف. الحكومه بقى رفعت قضيه كسبت الوقف ده، قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهوله يطلع لمؤاخذه اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخريه القدر. طب معلش يا عم بندق، الاوضه السحريه اللي موجوده في المجله انهي اوضه؟ ايوه اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بين السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسلكوا بقى الموضوع ده. يضع تتحبس يا. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه. حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضه، الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟ لا اصل انا كنت بدور على حاجه جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فهيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره تانيه. ايه؟ لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجاره ثالثه. ايه؟ طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه، يا بنتي ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما الراجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا مبيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغرف في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. غلطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شبك يا. مردش ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوه تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الأوضة المسحورة اللي في القصة طلعت إيه؟ طلعت إيه؟ طلعت أوضة الحجز اللي جوه. يا نهار أسود، الحجز؟ حظ ذكر. معلش بقى يا أبو الدهب بيه، عوض عليك ربنا، هي عملية معقربة من الأساس. معقربة على مين يالا؟ على أبو الدهب؟ ده أنا أبو الدهب، مفيش مشكلة تقف قصادي، لازم أحلها.
ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه، احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني حرامي. ما تمشي معايا حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي تسرق قدام الاسم يا فاجر. لا لا لا، ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني. خد اسحبه ابو الدهب. انا هخش. استنى استنى، فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شويش. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحجز ابو الدهب. ابو الدهب ما تسيبنيش يا ابو الدهب. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا. جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس، في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده؟ بدل ما تشكروه، هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادره اجري. على مهلك على مهلك. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي؟ دي هتقوم تاكلنا. قذر المكان ده يا سيف، انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان النتفة ده، بس من فصيلة السديات. فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام، نقعد في البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحب نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد، احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا، يدخلونا الحجز، ندور براحتنا. شيرين حبيبتي، ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه؟ انت حمار ياض، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش القسم نطلع بطايق. شيرين حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع اهزقه؟ انت حلوف ياض. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟ انت حماره يا شريهان؟ ستوبد. هم هيلبسوا ظباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت، او طقم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ظابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. انت متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه القسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي،
انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم يعني، ده موبايلي. طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرتر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني اديك بتترعش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقولوا ان هي مفاجاه. يعني ايه مفاجاه يا ابني؟ احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسوش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. وروح عند اهلهم. ماشي؟ حاضر. بس اخرهم 10 دقايق قبل ما اكل لقمه. هتعرف يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافة على الإمة، وكانت عايشة مع جده الخواجة كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. Viva España, alzad los brazos, hijos del Ebro español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria, que supo surgir sobre la sol del mar, el caminar del sol. وجيتك من آخر لبنان، مسلوب الفكر وتمع. أنا ما هاجش توكان. وحضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك أنا المترجمة. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش فاجس بوس باري يا بودو كفرتنا ربوتي. ذي هاف فاكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش، عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا نيامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خدش بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. عينيا حاضر فن عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا. اجورتسي بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو انا تلميذات. عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا.
اتفضلوا. بسم الله الرحمن. اتفضلوا. ايه اوكي. اتفضل يا شيخ. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. اتفضل يا فندم اتفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين. اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروس. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين. فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت عم بندق ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار حلو المزمار مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجاله عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكوز جز بيس كورس باري فيجو فينش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات. فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم الكذب خيبة. اللي أنت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات. عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنه وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم كانه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حسين ده يا فندم، وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوجن كزن باكسن بس ما تريتسكت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. ليسن تو مي ليسن تو مي ستاند اب. بعد اذنكم يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى 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 يطلع بره. ايه دول؟ مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. وي هاف تو ليف. يا سعاده البيت دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده تبني لي دي يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه. واهو بتعمل ايه يا متخلف؟ دي دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه وده فعلا اسمه هاني. حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه هاني في الزنزانه. ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحظه المأمور يا جماعه. بس هنا بس هنا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بينا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خديج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا هعمل معاك واجب بقى. هصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوة لطيف ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم. ان شاء الله يتحكم عليهم ب 100 سنه سينما. ايوه احزق يا اختي. عمران اتفضل. العيال دي حاضر يا فندم. اتفضل. تمام. طب ايه اخويا؟ اتفضلوا.
خش يا حبيبي. فضل خش. راح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت. عمران ليه؟ ادخل انت يا عمران. فضل جوه. قال لك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتوا لي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لما مؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضرة الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنة سنة وتتنفخوا سنة سنة. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنة؟ ما تقطعش، قول إن شاء الله. يا حضرة الضابط أنا عايزة أعترف على نفسي، أنا السبب في كل ده، أنا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم؟ whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي أنت بتقولي إيه؟ أنت كده هتودي نفسك في داهية. بس يا سيف أنا المسؤولة حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واتشي. اه المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي تعال خدوا. استنى استنى إيه؟ طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عيني يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا شيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 بقول لك تعالى اتلقى حالا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تسادة انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طلع اللي في جيبك. يلا امني طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ بس انا معيش حاجة. لا يعني ايه معيش حاجة؟ اديله اي حاجة. معيش حاجة اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي جميلة عسل اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو اتلقى هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. طيب طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي يلا يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟
بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ماشي. مسيرها تروق وتحلى. لا. وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي. لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره. أنا هنا تقيل وتقيل قوي. يا ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ونفس الجهاز معاك. والله ما لحقت يا معلم. الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم حسين. انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45 لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا ما بقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. امال اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا ربع عيالك، ربع عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادلي يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجة يا شريهان. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجة بس ما تفضليش ساكتة كده، انا خايفة. لا بقولك ايه، انا مش عايزاك تخافي. فك كده، لسه قدامنا 120 سنة سجن. لا يا شريهان لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقة في السجن ده. انا عايزة بس اقعد. ما تلمي رجلك يا بيه، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول. ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسه، مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس. ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو. احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق. يلا يا بنت انت وهي، وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ أول أول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص، طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حيث كده يا رجاله يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطه. موافقين؟ موافقين. ابدا يا معلم سيف. ابدا. ابدا.
ايه الرشاقة دي يا معلم؟ يلا ضاحي. دلوقتي حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالليمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا دي عندك وقف من وش مبسوطة مني يا معلمة؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسة على ذمتكم يا اختي. قال ايه بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجة اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطة يا اختي. قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكة. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انتي بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين قاعدين. لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجوده في الاوضه السحريه اللي تحت السلم، يعني يا اما الاوضه دي يا اما الحجز بتاع الرجاله. هنا فين؟ انتوا مجانين. ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيله جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجله يمكن نفهم حاجه. يعني اللي اطلع المجله ليه؟ ما هي معروف اللي فيها. ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الاوضه السحريه. بس ايه علاقه دونجل بالاوضه السحريه بالشطرنج؟ ما اعرفش، وانا قاعده معاكي زي الهبله اهو. شيري هنا. ايه بصي على الارض كده. مالها بقى الارض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه، مش وقت تناكة خالص. لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه، البلاط الابيض والاسود الشطرنج. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب نيلي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك
كرش ايه اسمه كش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعكة في الخطيئة وجعلني افوز. فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبة لحد ما نلاقي المربع. صدق والله ممكن جايز برضو. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود والصف اللي قدام هو العساكر واللي ورا حضرتك طابية حضرتك حصان حضرتك فيل. معلش بس استأذنكم كل واحد يمثل دور اللي هو عامله. يعني الحصان يعمل حصان الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني اللي دول مجرمين يعني لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت يأكت ايه مش بيأكتوا. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله بنقول العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 حضرتك يا طنط حضرتك نمبر 2 أنا؟ أيوة حضرتك. حضرتك في فريق إيه؟ الأبيض. ودورك إيه؟ أنا العسكري الأبيض. واللي وراكي دي إيه؟ حصان أبيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين ما تبقيش غبية. حاضر أف. حاضر ثانك يو صباح. تاني حاجة العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكوا بقى. ما تخلصي يا أختي انتي وهي مستحملانكوا بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانتي يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه دياجونال ده. اشرح لهم انتي. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولية بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها. اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابية البيضاء ياخد خطوتين. تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت. روحي تعالي ارجعي اطلعي مش رايحة حتة. لا خلاصي صباح اللعبة خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لصباح يا جماعة. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شريهين هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي اه معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا مو سماح امور يا حبيبتي. معاكي حاجه يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ولد ايه بقى؟ اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى. ما بصيلك
لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو شيليها. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه ياكي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلصتي شريهين. لا يا نيلي خلصتي شريهين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا كنتو يا خلص. لا لا يا كنتو يا خلص. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة. ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه؟ ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد. وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالت ام سامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل. هشوف لك. يا رب يخليك. المسؤولية دي ما بحبهاش. خد هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات. بص هتيجي بعد ساعة. ماشي. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قول لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خدي. استنى. اشربي يا اختي بالهنا والشفا. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي. شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه. خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان أنا عايزة أدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا أختي. يلا. على إذنك يا أختي. اتفضلي. كل حتة. مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. 120 سنة. خلاص يا عم الحاج بقى 120 سنة 160 سنة ما تاخدناش. هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندنا يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟
مش فارقه لانهم 120 سنه 120 سنه بس اهي جت اهي. مين دي؟ الفكره هنهرب من هنا ومعانا الخطه. نهرب؟ اه نهرب ازاي وخطه ايه؟ بسيطه، احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الانذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطه حلوه وذكيه بس مفيش حد هنا معاه ولا بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطه، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شويه قش نحطهم في الارض ونجيب زلطتين، زلطه هنا وزلطه هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. انت مش عايز تولع، انت عايز تحكها. انا اعمل اي حاجه بس اخرج من هنا. انت عيل مياس ولا بتعمل اي حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه انت تدخل ممنوع ولا ايه؟ انت معاك ولاعه هاني، بقالنا ساعه بنقول فين الولاعات وانت معاك ولاعه. يا جماعه ما حدش قال لي هات الولاعه، ما انت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا اخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه اصلا انذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار مين اللي قال لك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع المواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي؟ ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضحي، بس يا ضحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلوني بعديها على طول عشان اللي انت عايز. سيف صادق ادي الحق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اوبر تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير. وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حاج؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طهو اهو. 120 سنة بس بقى. ايه 20 سنة؟ نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت و... بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمة فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجة يا سيادة المأمور؟ لا لسه يا حبيبي، في شوية إجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهية. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو الدهبي، أبو الدهبي، ربنا يكرمك أبو الدهبي. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. أظن إن أنا مؤاخذة عملت اللي عليا، فاضل أنتوا تعملوا مؤاخذة اللي عليكم بقى. تفضل المجلة أهي. شكرا. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إيه؟ بتعمل المؤاخذة اللي اتفقنا عليه. انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا وما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمي كانيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل، انا كاعي دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح انا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميني في الخنك،
لا تعود نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. أشوفكوا بعدين. إيه ده؟ أنتوا حليتوا الكلمات المتقاطعة كمان؟ آه حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا إيه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا أبو الدهب إيه؟ أنا لازم أروح البيت أكل لقمة، أستحمى، أنضف، أقلع الهدمة اللي بقالها أسبوع على جدتك. وأعرفك إزاي أنا ضحي؟ أعرفك إزاي لما تغير وتنضف؟ أنا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه؟ انا الحشرات الزحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس، 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيلي انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت؟ انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط. ده انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجابتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه والله يا سلام. ايوه طبعا ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكيها لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا
واتهدت واتبنى مكانها حاجة تانية؟ أبراج نايل سيتي. يا أختي! يا عم حرام عليك، أنت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما أنا بقول على طول. الله، أنتوا اللي مش محددين الأسئلة بتاعتكم، وأنا قلت قبل كده اسألوا أسئلة مباشرة أجاوب إجابة مباشرة على طول. أنتوا قلتوا حاجة؟ على أنتوا قلتوا فين المطبعة؟ قلت لكم فين المطبعة؟ عارف مكان المطبعة؟ أيوه عارف مكان المطبعة. أنت بتتكلم على إيه؟ الله، أنتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم. شوقي مش شوقي إزاي؟ أنا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعة، اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطة بسيطة جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب، وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هو وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجة. أنا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان أروح أستحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. أنا ريحة ما انت نتن. أنا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعة أنا مش فاهم، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله، مكبرين الموضوع ده عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ستي حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان تمام يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو ما سألتوش عن المسودة على طول؟ انت سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه 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 بنداري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا. هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوة طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس، لكن ما حطش الحوار. يا سلام، كانت قصه حلوه قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام. فلخص. لا خلاص، ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب، مالكيش فيه، اسمع الكسة وخلاص. التلاتة دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها، وراح راسم خريطة وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير، وصلوا للعبه. جيميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض، بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين، متحبين، مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واديها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض.
خلصت الحدوته.